السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ، هو هل من الممكن أن يؤول القرآن في المستقبل بدليل؟ مثلا في قوله تعالى قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين يقول إنه إذا ظهر دليل أن الشمس كما يدعون، يعني أن الأرض تدور والشمس ثابتة من هذا النحو يعني. يا أخي تكلم كلاما معقولا. يعني التأويل له معاني، من معانيه التحقق والوقوع. هل ينظرون إلا أن يأتي، عفوا، هل ينظرون إلا تأويله، أي تحققه ووقوعه؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. التأويل له عدة معاني كما لا يخفى عليك. التأويل يطلق على التفسير، يطلق على التحقق والوقوع، يطلق التأويل على صرف النص عن ظاهره لعلة دعت إلى ذلك، لعلة دعت إلى ذلك. فلما أدري ما مرادك بالتأويل. سننظرون إلى تأويل تحققه ووقوعه. على سبيل المثال، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، خلاص تحققت الآية. أما إذا كنت تقصد بالتأويل التفسير المخترع، لا نقبل التفسير المخترع، لا نقبل التفسير المخترع. مثلا حاشا الشيخ أن يقول ذلك، لكن أنا أكلمك مثلا كالذين يقولون والمرسلات عرفا، والمرسلات الطائرات. ويقول بعضهم، بعض الزائغين، في تفسير قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يقول الدابة الجراثيم وتكلمهم بمعنى تجرحهم، وهذا باطل من القول في هذا المقام. تأويل يطلق على عاقبة الشيء. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهمت؟